الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. يا أمير القضاء، يا أمير القضاء، يا أمير القضاء، كيف استحلت جاريات القضاء منك الحرام. يا أبا عبد الله، شو يقول هذا الشعر؟ يا أمير القضاء، يا أمير القضاء، يا أمير القضاء، كيف استحلت جاريات القضاء منك الحرام. يا أمير القضاء، كيف استحلت جاريات القضاء منك الحرام. وأبو البيض والقنا، يعني أبو السيوف والرماح، التفتوا للأبيات. يا أمير القضاء، كيف استحلت جاريات القضاء منك الحرام. وأبو البيض والقنا، رب ولد قد عصت والدا كريما هماما. شلون كلام؟ يا أمير القضاء، كيف استحلت جاريات القضاء منك الحرام. وأبو البيض والقنا، رب ولد قد عصت والدا كريما هماما. أكو بعض الأبناء أصحاب عقوق، يعني إن دهرا أخنى عليك أبا عبد الله، إن دهرا أخنى عليك لدهر عيرته الدهور عاما فعاما. إي والله. يا أمير القضاء، كيف استحلت جاريات القضاء منك الحرام. وأبو البيض والقنا، رب ولد قد عصت والدا كريما هماما. إن دهرا أخنى عليك لدهر عيرته الدهور عاما فعاما. والله عاما فعاما، يا لست أنساك كرائم الوحي أضحت. لست أنسى، لست أنسى كرائم الوحي أضحت حائرات لما فقدنا الكرام. يرزل من المعاسي تقاسي في قلوب أذكت بالنوام. يا نظر علينا فقدنا حسينا وبني غالب هماما هماما هما من هما ما هما من هما ما وبني غالب هما من هما ما. وإذا حن في السبايا يتيمون، شو يصير؟ وإذا حن في السبايا يتيمون، جاوبته أرامل ويتامى. شنو هالكلام هذا؟ وإذا حن في السبايا يتيمون، جاوبته أرامل ويتامى. وأمين الإله في الأرض صاحب هذه الليلة، شبيه. وأمين الإله في الأرض بعد السبط أضحى مقيدا مستضاما. ألمي عليه، أسفي عليه،
وأمين الإله في الأرض بعد السبط أضحى مقيدا مستضى ما قيدوه من حلمه بقيود. شو يقول هذا الشاعر؟ قيدوه من حلمه بقيود، رب حلم يقيد الضرغام. صدق. اي والله يا بني خير والد يا آل محمد، يا بني خير والد، يا بني خير والد، يا بني خير والد، ليت عينان ما بكتكم تسهدت لن تنام. بسك يا دغر من طبعك وغدرش عندك ويا زينب مهجة الزغرة، ش عندك ويا عقيلة حيدر وطاغة، ليش الضيم كل تلم فوقاغة، يا ثار تطلب ش عندك ويا غم، لا ترتاح من زينب تجر حسرة، عندك ويا زينب ليش تهضمها، وكل يوم بمصيبة ولوعة تلجم، خمس سنين وتعاين صدر أمها بالبسمار عابو شافت العصرة بعد، وشافت عودها متصوب بغدرك وبونة تقل لا قصر عمرك، يا ابويا جنت متنوم وسبك ترك وفقدك للقلب يا والدي فطرة بعد، وظلت بين ابو محمد وابو اليمة لجن قوس الدهر ما يخليها اللمة، فسوى نيشن على الحسن وبكبدته سمى، ويا قلب العقيله ما خلص صبره، ظل بزينب الحره يا دهر البيان، مو سهمك جسم دلاله نصين، عقب ذاك الشمل ظل بس اخوها حسين، خليها يا دهر النايبه بكتره، خلاها وما خلاها زينب تقعد بجاله، وحضر لابو اليمه سهام شتاله، ونبت سهم المثلث بدلاله، وقع روح الزكي يا حسين على الغبره بعد، ايش صار؟ ورد المهر خالي وزينب تنجدام، يرجع اخويا واقعد بسته، واحب ايده واحط راسي على زنده، واقضي العمر بس اشتم عطر نحره. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، انا لله وانا اليه راجعون. ونحن في الاثر الرابع من آثار زيارة الحسين، أو في البعد الرابع من آثار زيارة الحسين بالتحديد سلام الله عليه، ومن دون مقدمات ومن دون تذكير بما فات حتى نستغل الوقت. الليلة إحنا في البعد الرابع، في الأثر الرابع لزيارة الحسين عليه السلام، اللي هو أحباب التفتوا لي مباشرة بالموضوع بتكملة الموضوع من دون تذكير إلى آخر، في تراث المعصومين عليهم السلام الأثر الرابع والبعد الرابع لزيارة الحسين، زيارة الحسين تخلي الإنسان محط لنظر الملائكة، وزيارة الحسين تخلي الإنسان محل اهتمام الملائكة ونظر الملائكة ودعاء الملائكة واستغفار الملائكة كما ورد في نصوص المعصومين عليهم السلام. الأحبة وياي لو مو ياي،
الأثر الأول خمانسي ينال، الأثر الثاني خمانسي ينال، الأثر الثالث خمانسي ينال، القرب والاطمئنان خمانسي ينال. الأثر الرابع الإنسان لما يزور الحسين عليه السلام يكون محل ومحط لاهتمام ونظر ودعاء واستغفار الملائكة. هكذا قال المعصومون عليهم السلام. وطبعا هاي الكلمة من أقولها بهالشكل هذا لعله البعض ما يلتفت لأهميتها، أنها احنا نكون محل اهتمام الملائكة، حكاية عاورة نعوفة ونمشي. ولهذا لابد أنا كل أثر وقفت عنده فترة من الزمن، كل أثر وقفت عنده بمقدار ما حتى أبين أهميته. هنا أهم عندي وقفة مع الملائكة، بس قبل الوقفة ثبت العرش ثم انقش، كما المثل يقول. بالبداية أنت ثبت أصل المطلب، بعدين فرع عليه واشتغل عليه. بالبداية خنثبت أن زيارة الحسين عليه السلام تخلي الإنسان يكون شنو؟ محل اهتمام شنو؟ الملائكة ودعائهم واستغفارهم واهتمامهم تذكرهم وغير ذلك. هذا ثبته بالبداية، بعدين بيننا ما يترتب عليه أو شو تسولف بهذا الموضوع بمقدار ما أنا بعد عندي، بس بكرة بظل عندي وقت كثير. خنثبت أصل المطلب في البداية. نفس كتاب كامل الزيارات لابن قولوه أو قولوه، أنا متعمد أجيب هذا المصدر لأن هذا مصدر أساسي عندنا. صاحب هذا الكتاب أستاذ الشيخ المفيد، صاحب هذا الكتاب متوفى 368 للهجرة، ولهذا يلقب بالشيخ الأقدم. وروايات هذا الكتاب أكثرها صحيحة. من أهم مصادرنا الروائية في مجال زيارات المعصومين، بل على رأسها بل سيده، هو هذا الكتاب. مو كتاب هين، كتاب كامل الزيارات لابن قولوه. زين، على الأقل أشرت على ثلاث أبواب تربط بين زائر الحسين والملائكة. أحبابي أرجوكم لا تتعبون مني، عينكم يمي إذنكم يمي، خل نستفيد بما تبقى الليلة وبكرة إن شاء الله. على الأقل أشرت على ثلاث روايات لو ثلاث أبواب، ثلاث أبواب. الأخوة كون يفرقون بين ثلاث روايات وبين ثلاث أبواب، الباب عادة تحت عدة روايات. أنا أشرت على الأقل في هذا الكتاب على ثلاث أبواب تبين ارتباط زائر الحسين بمن؟ بالملائكة، أو ارتباط الملائكة بالحسين وزوار الحسين، حتى العنوان يصير كلش دقيق. الباب الأول أختار منه فد رواية روايتين، الباب الثاني الباب الثالث. ليش أقول انتبهوا؟ لأن شوية راح أقرأ كثيرا بالكتاب، ما أريد انتباهكم وتشوقكم يروح. بعدين أكو عندي تعليق أعوف الكتب أبدأ أعلق، بس بالبداية خلي نقرأ الروايات أو بعض الروايات. مثلا الباب 39 كما هو معنونة صاحب الكامل ابن قولوه، زيارة الملائكة الحسين ابن علي عليه السلام. باب كامل أن الملائكة تزور الحسين. مثلا رواية من هذه الروايات في الواقع عن إسحاق بن عمار، إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله قال سمعته يقول ليس من ملك في السماوات والأرض. شكبر هاي الحكاية، الكلمة هذه الله أكبر شكبرها. ولهذا أقول بخدمة الأحبة، أقول هذا كون أبين هذا حكي خطر، إذا هيك نقوله ونمشي الإخوة لعله ما يلتفتون الأهمية، هذا كلام خطر. الإمام يقول ما من ملك في السماوات وما من ملك وين؟ في الأرض. هاي حكاية كبيرة كما سأبين، من الصحيفة السجادية سأبين، ومن نهج البلاغة سأبين، أنه أئمتنا قالوا رب العالمين ما خلى مكان بهذا الكون، مو الأرض، الكون، إلا بشنو؟ ملك. أصلا ماكو فراغ بالكون ما بي ملك. يعني عدد الملائكة من خلال تراث أئمتنا عليهم السلام لا الأرقام تحوي ولا الأعداد تقدر توصل له.
بس ما شلون ابين هاي الحقيقه برضو. احنا الان اليوم الكره الارضيه اليوم كم مليار؟ 7 و7 هذا اقل التقادير 7 مليار. زين هاي اليوم الكره الارضيه من زمن ادم اليوم القيامه ايش قد يصيرون؟ احنا اليوم هذا اليوم 7 مليار من زمن ادم اليوم القيامه ايش قد اكو بشريه جت وراحت؟ وما ندري نقدر نعدها؟ ما ندري. هاي كلها وين؟ بالارض. الارض بالنسبه للكون شنو قيمتها؟ ها الارض بالنسبه للكون يعني تجيب المجهر هذا الميكروسكوب تتباوع للارض يوم تشوفها يوم تشوفها ضمن الكون ما لها قيمه اصلا ضمن ما موجود في الكون اصلا ما لها. الارض يعني كوكب بهاي درب التبانه او التبانه وهذا بمليارات كواكب وما اعرف شنو نجوم والى اخره واحدها اكبر من الارض مليارات المرات هي واحد ضمن مليارات يو تريليونات بمجره واحده ضمن تريليونات المجرات كل مجره بها مليارات الكواكب كل كوكب بعض الاحيان اكبر من الارض مليارات المرات هذا كله على مستوى الكون المرصود بس اما الكون الموجود غير المرصود هذا بحث اخر هاي ما قاعد اسولف غيبيات احبابي باوعوني ما قاعد اسولف غيبيات هنا أنا. هم علماء الفلك يقسمون الكون الى قسمين مو اني يقولون الكون انقسم الى شنو قسمين الكون المرصود والكون الموجود غير المرصود لحد الان ننتظر زمان يتقدم والعلم يتطور ونرصد الباقي لحد الان ما قدرنا ضمن المرصود يقولون الارض بمجره ضمن بالكون المرصود تريليونات المجرات كل مجره بها تريليونات الكواكب كل كوكب اكبر من الارض مليارات المرات فانت من تشوف هذا بس بالمرصود اما غير المرصود ما ندري شكو ما زين الارض من هاي المعادله شو تصير؟ جاوبني لا شيء؟ زين تباوع لي ائمتنا كما سابين يقولون مو الارض الكون مرصود غير مرصود رب العالمين ما ترك به مكان ما خلى به ملك فايش قد اعداد الملائكه؟ ولهذا فما راح اقرا عليكم لا تتصورون قاعد احكي مبالغات راح اقرا عليكم بس تكون خلق عندكم لا تتعبون هيك ابحاث تحتاج خلق بس بيها فائده منين من القران والنبي واله اقصد الفائده هاي مو الفائده اني اسولف حكي بلا قران وبلا اهل البيت فلسا ما يسوى اقصد بفائده لان قران نبي اله كما سابين بخدمتكم نقطه على سطر لا نضيع وقتنا وقت بعد ما عندي إمامنا هنا يجي يلخص هاي المعادلة كلها برواية عبر عنها المحقق لكامل الزيارات يقول عن الحديث الأول سنده حسن كالصحيح بل صحيح هاي الرواية فأني هم قاعد أتعمد الروايات اللي أختارها من حيث السند هم شنو صحيحة يعني مو فقط الرواية موجودة بالمصدر وإنما أتعمد أختار الموجودة بالمصدر وياهم شنو أنها صحيحة يقول بل صحيح الحديث هذا راح أقرأ رجاله ثقات أجلاء عيون شو يقول هذا الحديث عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله قال سمعته يقول ليس من ملك في السماوات والأرض يعني الإمام هنا قاعد يحكي عن الكون كله يوم الكون كله كل الكون كله إلا وهم يسألون الله عز وجل أن يأذن لهم في زيارة قبر الحسين فأنت تتوقع هذا القبر شنو أجواءه شنو بركته شنو خيراته نوره جماله اللي هو هاي
كما إمامنا علي الهادي عبر بزيارة الجامع الكبير عن أهل البيت مختلف الملائكة، مختلف الملائكة، مختلف هسه مختلف الملائكة. شفت شراح الجامعة الكبيرة يبينوها من خلال وجهين، يقولون هاي مختلف الملائكة، لعل الإمام يقصد عليه السلام أمرين. الأمر الأول مختلف الملائكة يعني بمختلف أنواعهم، تدرون الملائكة قسم منهم يرتبطون بهالجانب، قسم يرتبطون بذاك الجانب. بس تقول شنو يعني هذا الجانب؟ راح أبين وما أرد أستبق المعلومات. يعني مثلا ذولا يكتبون الأعمال، مثلا ذولا يدبرون الأمور، ذولا ينزلون الوحي، ذولا ينفخون بالصور، ذولا. فمختلف الملائكة البعض يفهمه مختلف الملائكة يعني على اختلاف مهامهم ذولا ينزلون شنو على أهل البيت، يعني مو صنف من أصناف الملائكة ينزل، بل شنو كل أحسنتم كل أصناف. البعض يفهم العبارة، البعض الآخر يقول أكو شيء آخر الإمام، لعله المقصود من كلام الإمام بالجامعة الكبيرة هو هذا مختلف الملائكة، أنه صعود ونزول، مو ناظر فقط للشنو لاختلاف الأصناف، وإنما مختلف الملائكة يعني فوج نازل وفوج صاعد. فتوقع هذا المكان اللي نزوره شنو بركته، شنو أجوائه، روحانيته، بركاته، خيراته، أنواره، توقع يعني هذا قبر الحسين. إذا الإنسان من يزوره إيش قد يكون مهيئ نفسيا لفهم هذه المعاني والمعارف، ويكون على طهارة وعلى وضوء ومختسل ولابس أطهر ثيابه كما ورد في النصوص، ومهيئ نفسه ويأتيه مكبرا مسبحا مهللا عايف الدنيا وأهلها وهذا وذاك وفلان وعلان وإلى آخره، وذن يكون يعفن وراء ظهره ذن يكون يدخل. يقول ليس من ملك إلا وهو مسؤول الله أيضاً في زيارة قبر الحسين، ففوج ينزل وفوج يعرج. بس الطريف هم ما يعبر يصعد، وإنما شنو يعرج. وهذا هنا هسه ليش يعرج من بعد زيارة الحسين؟ ليش يعرج من بعد ما يزور الحسين؟ ليش يعرج؟ ما قال يصعد، ليش يعرج؟ هنا أكو كلام، هنا أكو كلام. هنا بعد زيارة الحسين الملك ليش يعرج؟ هاي مثلا رواية. طبعا روايات كثيرة أنا ما أقدر كلها، يعني روايات كثيرة ما أقرأها. مثلا هاي الرواية قرأتكم، بس هاي الرواية ما يخالف بعد ثانية من الباب الأول، ثانية بس ثانية. الرواية قال عنها المحقق وسنده صحيح، رجاله ثقات أجلاء عيون، السند صحيح. شو تقول الرواية؟ حدثني القاسم ابن محمد بن عبد الله عن أبيه عن جده عن عبد الله بن حماد الأنصاري عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله يقول الصادق قبر الحسين 20 ذراعا في 20 ذراعا مكسرا. هذا بي كلام بس الآن مو وقت. روضة من رياض الجنة، هاي 20 بالـ20 روضة من شنو؟ من رياض الجنة. هاي كلها منه معراج إلى السماء، من قبر الحسين معراج إلى السماء، فليس من ملك مقرب ولا نبي مرسل، مو فقط ملك مقرب ولا شنو نبي مرسل، إلا وهو يسأل الله أن يزور الحسين. حتى النبي المرسل يسأل الله أن يأذن له بزيارة. ففوج يهبط وفوج يصعد، هنا بالرواية هناك يعرج، هنا شنو يصعد. بس قبلها الإمام شنو قال؟ قال منهم معراج إلى السماء. هاي هم التفتولة. هاي الباب الأول أختار بس دن الروايتين، وبعد روايات موجودة بالباب انتوا رجعوا لها.
هسه هنا ايش تستفيد من هاي الروايات؟ انه قبر الحسين انبياء ينزلون به ويصعدون، وشنو؟ وملائكه. واحنا الان شغلنا بالاثر الرابع مع الملائكه والحسين وزوار الحسين. لحد الان زوار الحسين ما انذكروا يوم ذكروا، جاوبوني، ما انذكروا لحد الان. الان المقدار اللي اخذناه، الملائكه تطلب من الله بكل اصنافها في السماوات والارض انه رب العالمين يزور الحسين، فرب العالمين هم ياذن لزياره الحسين، فوج ينزل فوج يعرج. هاي كل يوم طبعا، هاي كل يوم. هذا الباب الاول، حتى اخلص من الكتاب ابدا اسولف. الباب الثاني، الباب الحادي والاربعون، شوف شو معنونه ابن قولويه، دعاء الملائكه لزوار الحسين. هسه بدينا بالاثر يوم ما بدينا، الان صار شغلنا مع الاثر الرابع اللي هو دعاء الملائكه لشنو؟ لزوار الحسين عليه السلام. والله شوف هاي الروايه، عن ابان بن تغلب، السند حسن، سند الروايه شنو؟ حسن. قال قال ابو عبد الله 4000 ملك عند قبر الحسين. بس تقول لي مو احنا قلنا كل الملائكه؟ لا، ذولا مقيمين، اكو ملائكه ينزلون يزورون وشنو؟ يصعدون، ذولا باقين ما يصعدون. 4000 ملك عند قبر الحسين، شعث غبر يبكونه إلى يوم القيامة. ذولا ما يفارقون القبر. رئيسهم ملك يقال له منصور، ولا يزوره زائر إلا استقبلوه، ولا يودعه مودع إلا شيعوه. اللي يزور يستقبل، واللي يطلع يشيعوا يودعوا، ولا يمرض أو يمرض إلا عادوه، زائر الحسين، ولا يموت إلا صلوا عليه وعلى جنازته واستغفروا له بعد موته. فذول علاقتهم بزائر الحسين بس على مستوى دنيا الإنسان، يو حتى على مستوى برزخ الإنسان. ليش ما تجاوبني؟ حتى على مستوى تشييع الإنسان والصلاة على الإنسان وبرزخ الإنسان هم يدعو له وهو ميت. هذه علاقة الملائكة بزائر الحسين، يعني زائر الحسين يصير محل لاهتمام ملائكة، دعاء ملائكة، استغفار ملائكة، صلاة ملائكة، استقبال ملائكة، توديع ملائكة. شنو؟ هكذا يقول أنبياء عليه السلام. واحد من يقرأ تراث المعصومين في زيارة الحسين بعد يحسب ألف حساب من يروح يزور الحسين، شلون يزور يكون مؤدب مؤذب محترم، سبح تبيده، يستغفر ربه، يترك الدنيا، الكلام الجانبي يعوفه، فلان وعلان يتركهم، أمور الدنيا ينساها. مكان قبر الحسين مو مكان شقى وضحك وما أدري شنو، حتى الملائكة الرب العالمين خالهم يقيمون يم الحسين 4000 ملك شعذ غبر يبكون اليوم القيامة، لا يضحكون ولا يحزنون، يبكون من الصبح لليل على الحسين. مكان حزن، مكان ألم. فالزائر كل شيء يكون يصير مؤدب. رجل يو امرأة، وخصوصا النساء وموضوع الحجاب والتبرج وإلى آخره، هذا هو كلش خطر. أنا ما أقول أكو، ما أقول هذا الشيء، ولكن من باب ذكر الموضوع كلش خطير هذا، يعني خصوصا النساء لما يزور شبابنا ملابسهم هيئتهم أدبهم أخلاقهم وضعهم ذكرهم لله يزور الحسين. هذا يا أخوان والله قاعد أسولف
بقناعة وحرقة قلب، يعني القضية واقعية قاعدة سولفها. وبالنسبة للنساء موضوع الحجاب ولا سامح الله تبر خطر جدا خطر. ما أدري أقرأ لكم بعد رواية من الباب الثاني وتعبنا، يمكن تعبنا مو لو أقرأ. مثلا عن أبي بصير عن أبي عبد الله، سند الرواية معتبر كما ذكر المحقق معتبر، قال وكل الله تبارك وتعالى بالحسين 70,000 ملك. هناك اشقد؟ 4,000. دول 70,000 غير دولاك، يصلون عليه كل يوم على الحسين شعثا غبرا، ويدعون لمن زاره ويقولون يا رب، يقولون يا رب هؤلاء زوار الحسين، افعل بهم وافعل بهم كذا وكذا، يعني يطلبون من الله تعالى مثلا أن يقضي حوائجهم، أن يغفر ذنوبهم وهكذا. هاي هم رواية ثانية وغيرها روايات أخرى كثيرة ذكرها ابن قولويه رحمه الله. الشيء الأخير، الباب الأخير حتى أبدي أسولف، الباب الثالث الأخير أقرأ منه رواية واحدة. الرواية عبر عنها المحقق سنده حسن كالصحيح. فلحد الآن رواية ضعيفة قريتها ها؟ ما عن أبي عبد الله سمعته يقول، هذا الراوي وكل الله بقبر الحسين 70. طبعا هذا الباب شنو عنوانه؟ فضل صلاة الملائكة لزوار الحسين. وكل الله بقبر الحسين 70,000 ملك يعبدون الله عنده. باوع لي، الصلاة الواحدة من صلاة أحدهم تعدل 1,000 صلاة من صلاة الآدميين، ويكون ثواب صلاتهم لزوار قبر الحسين. ما أدري الأمر التفتوا لي ولا أكرر. يقول يعبدون الله عنده من الصبح لليل يم الحسين، صلاة الواحدة من صلاة أحدهم إيش قد تعدل؟ تعدل 1,000 صلاة من صلاة الآدميين، يكون ثواب صلاتهم لزوار قبر الحسين، وعلى قاتله لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أبد الآبدين. يقول إمام الصادق. الرواية الثانية صحيح سنده صحيح، وكل الله بقبر الحسين 70,000 ملك شعثا غبرا يبكونه إلى يوم القيامة، يصلون عنده، الصلاة الواحدة من صلاة أحدهم تعدل 1,000 صلاة من صلاة الآدميين، يكون ثواب صلاتهم وأجر ذلك لمن زار قبره عليه السلام. فأنت توقع من زور الحسين، طبعا أنا قاعد أقرأ من كل باب رواية روايتين، الباب بيشنو عدة روايات، أنتوا بإمكانكم ترجعون لبقية الروايات تقروها، وسند الروايات ما بين المعتبر والحسن والصحيح نقطة راس صدر. فتوقع هذا اللي يروح الحسين يزوره إيش يرجع محمل؟ ولهذا بعض الروايات تقول اللي يزور الحسين ينادي ملك يقول له استأنف العمل. يعني شنو استأنف العمل؟ يعني يبدي من جديد، ترى تبدي الصفحة بيضة، لا تخرب بعد، امشي عدل. زين هسه ما دام احنا بهذا الأثر وهذا البعد، زوار الحسين والحسين وزوار والملائكة، هسه تقول لي فت فكرة سريعة عن الملائكة عبر محطات 1, 2, 3, 4, 5 حتى الفكرة تصير عندنا واضحة. فكرة سريعة عن الملائكة، عندي وقت زين. سجل يمك المحطة الأولى بحث الملائكة، وإحنا بأثر الملائكة وزوار الحسين وقبر الحسين عليه السلام وعليهم السلام، وعلى زوار الحسين الخير والرحمة والبركة إن شاء الله تعالى والمغفرة ببركة زيارة قبر أبي عبد الله الحسين. رزقنا الله زيارته وشفاعته وخدمته بجاهه عند الله تعالى.
سجل يمك المحطة الأولى. تعريف الملائكة لغة واصطلاحا. أما اللغة طبعا تدرون ملائكة مأخوذة كأصل من الأصل ملك، ومعنى هاي المفردة باللغة العربية القدرة والسلطة والشدة والسيطرة، وهاي كلها تدل على الملائكة. يوم ما تدل على الملائكة ها؟ يعني الملك اللي بريشة من جناحه يقلب مدينة كاملة، هذا قوي ومو قوي، شديد ومو شديد، عنده سلطة رب العالمين منطيه إياه يوم ما عنده سلطة، عنده سلطة، وإلا بريشة من جناحه يشيل مدينة يقلبها بأهلها ويخلي عاليها شنو سافلها، قوي هذا. ولهذا حتى التعريف اللغوي الارتباط بالملائكة ويدل عليه بوضوح، هاي لغة. أما اصطلاحا الملائكة يعني شنو؟ اصطلاحا صار أكو اختلاف بين العلماء في تعريف الملائكة، صار أكو شنو؟ ولهذا اللي راح أقول الآن من تعريف أقول مو على نحو الجزم والتبني، وإنما على نحو الاحتمال، وبعد هذه وبعد هذا التعريف أقول والله أعلم حتى الحكي يصير واضح. بعض العلماء قصد تقول لي ليش اختلف؟ أكو اختلاف بين مشارب معرفية، أكو اختلاف، هاي الاختلاف بالمشارب المعرفية يخلي اختلاف بتعريف، وبيان ذلك يحتاج إلى وقت وخلق ويتعب الإخوة، دار دبين هاي الأمور أتعب الإخوة تفاصيلها، ولهذا أتركها. ولكن على نحو الاحتمال أقول الملك أو الملائكة أجسام لطيفة، أجسام لطيفة مجردة بنسبة ما عن عالم المادة. بعض العلماء هالشكل عرف الملائكة. هسه تقول لي هذا التعريف تقول على نحو الجزم؟ لا، على نحو الاحتمال والله أعلم. ليش الأجسام لطيفة شفافة نورانية مجردة بنسبة ما عن عالم المادة؟ ليش هاي خليت بنسبة ما؟ لأن الملائكة تتمثل بعض الأحيان بصورة البشر، ولما نتكلم عن عالم البشر يعني نتكلم عن يا عالم تجرد والمادة، المادة هذا الحكي تعب الأخوة. وأكمل أنا كان عندي بحث اسمه بحث المعاد 107 محاضرة وما كملته مع الأسف، ونزل كتأليف بس كتأليف كملته بس كمنبر 107 وتوقفت محاضرة، شفت الناس تعبت عفت. هناك بينت الفرق بين عالم المادة وعالم المجرد، جبت الفروق بينهما بالتفصيل، شنو الفرق بين العالم المجرد وبين عالم المادة، وعالم المجرد واحد لو أكو مجرد واجب ومجرد ممكن، أكو اختلاف بين العلماء. هناك بينت التفاصيل كاملة، لا أرد أتعبكم بها من جديد، أنا ما لي خلق بينها مرة ثانية بصراحة، لأن تحتاج إلى جهد ومؤونة وتعب مو مال أيام محرم. ذيك الأبحاث بينتها بشهر رمضان، شهر رمضان أجواء هاي. شلون أرسلنا إليها شنو دا ساعدوني، خل نتعاون على ياكم مو كل عليتهم ساعدوني، أرسلنا إليها شنو بشرا أو كذا ملكا مو الشكل أو أي، فتمثل لها بشرا، فتمثل مع أنه وملك ومو ملك، وملك يقول تمثل لها شنو بشرا مع أنه وملك، زين شلون تمثل بشرا سويا؟ طبعا هسه هذا التغيير الشكل يول الجانب حتى الذاتي التكويني هم يتغير، يو بس الشكل يو شيء آخر، هذا سم إلى محطة خالة بالملائكة هم كون أبين بخدمتكم، بس لا تتعبون مني. لا.
لا تتعبون مني. المهم هاي بالنسبة للتعريف، يعني المحطة الأولى بحث الملائكة كلغة وكشنو؟ كاصطلاح. نعبرة؟ شو تقولون؟ نعبرة؟ نعبرة. المحطة الثانية، الملائكة، خلق الملائكة شلون؟ سولفنا عن خلق الملائكة شلون؟ طبعا هنا خلي من البداية هم أتفق وياكم على شيء كظاهر قرآن. هسه تقولي ليش تقول كظاهر قرآن؟ قاصدها كظاهر قرآن، القرآن ما متكلم عن خلق الملائكة من شنو كيف، كظهر قرآن كظاهر ما متكلم. فيبقى منين نعرف خلق الملائكة؟ من الروايات، من الروايات. ولهذا إذا يجي واحد يقول إحنا نحتاج بس القرآن، يقول له أحكام الصلاة مين تحصلها؟ هاي أحكام الصلاة، هاي أحكام الحج. القرآن قال ولله على الناس حج البيت، تفاصيل حج البيت ذكرها، ظاهر القرآن ذكرها. زرارة يقول للإمام الصادق، يقول له من 40 سنة أسألك عن مسائل الحج وأنت تجاوبني، ولحد الآن ما خلصنا. 40 سنة هي ما تخلص مسائل الحج. الإمام عليه السلام قال له إن بيتا ما مضمونه، إن بيتا حج إليه قبل خلق الخلق 40,000 عام، تريد تنتهي مسائل 40 عام؟ الإمام الصادق يقول له. طبعا هذا اللي يقول للصادق من 40 عام أسألك عن مسائل الحج وتجاوبني وما تخلص، مو إنسان عادي عامي أمي مثلي. زرارة اللي الصادق يقول عنا لولا زرارة ومن على شاكلة زرارة لضاعت أحاديث أبي الباقر عليه السلام. زرارة مستوى زرارة يقول له من 40 سنة سئلك عن الحج وما تخلص، الإمام قال له بيت حج إليه قبل خلق الخلق 40,000 سنة، تريد تخلص مسائل 40 سنة يا زرارة ما تخلص. هاي إذا أريد السنة ما أقبلها، هاي كلها وين تروح؟ هاي وين أحصلها أنا ظاهر القرآن الكريم؟ وين أحصل؟ حسبنا كتاب الله، ما مقبوله. وكتاب الله يقول ما آتاكم الرسول فخذوه، وهو كتاب الله اللي تقول حسبنا ويقول ما آتاكم الرسول فخذوه، حسبنا كتاب الله شنو؟ حكي ما مقبول هذا. هذا طرحه حتى يضربون حديث الثقلين، وأتوني بدوات وكتف لأكتب لكم كتابا ما إن تمسكتم، ومسامعين إني مخلف فيكم الثقلين ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا، أتوني بدوات وكتف لأكتب ما إن تمسكتم. قال راح يكتب الثقلين قرآن وعتا، قال حسبنا كتاب الله محمد من ريده. الزهراء جتها قالت له حسبكم كتاب الله؟ قالها إيه. قالت له كتاب الله يقول ورث سليمان داود اعطيني ورث من أبوي. قالها لا، أنا سامع النبي يقول معاشر الأنبياء لا نورث. قالت له مو تقول حسبنا كتاب الله؟ سامع النبي شنو النبي؟ أنت تقول حسبنا كتاب الله، شو عليك بالنبي؟ شاءت النبي من يريد يكتب كتاب، إن حسبنا كتاب الله من أجل كتاب إلى كتاب الله. وأقول لك اعطيني إرثي بكتاب الله، تقول للنبي هذا، هذا اللعب لأجل الكرسي والحكم والسلطة، هذا اللعب، هذا دين السلطة، هذا دين السلطة. إذا سامع بدين السلطة دين الحكم هو هذا، هذا دين السلطة. يسوي الحلال حرام ويسوي الحرام حلال، المهم الكرسي يمشي بخير، كرسي. المهم أني أبقى أحكم وش يصير خيصير. ما أفهم شنو من كرسي هذا، ما أفهم شنو من كرسي. هاي الدماء تسيل من زمن آدم لحد الآن على هالمهجوم الكرسي، ما أفهم شنو كرسي، ما أفهم. من ملك استأثر، يقول علي حسب الظاهر على ما تذكر السماء، من ملك استأثر على ما تذكر، على ما في بالي ما أدري أنه من ملك استأثر. بغض النظر من ملك استأثر وارد هذا في من ملك استأثر،
خلق الملائكة المحطة الثانية، لن نبتعد عن الموضوع، خلق الملائكة المحطة الثانية كظاهر قرآن، ماكو تفاصيل، نرجع للروايات الشريفة. هسه تقولي ليش تقول كظاهر قرآن؟ أنا أقول لك ليش أقول كظاهر، قول كقرآن، تفاصيل ما موجودة عن خلق الملائكة، ليش أقول كظاهر؟ خلق أقول كقرآن، لا كظاهر قرآن. تقول ليش؟ عندي قصد. شنو القصد؟ أوضح بخدمتك بسرعة على جناح السرعة. الله تعالى قال عن كتابه فيه تبيان كل شيء، يوم ما قال فيه تبيان كل شيء، وكل شيء أحصيناه في إمام، غير آيات كثيرة في هذا الجانب. يجون جماعة خصوصا ذولا ما يعبر عنهم بالحداثيين، يقولون طلعونا مثلا الفيزياء، طلعونا الكيمياء، طلعونا المعرف شنو تفاصيل الطيب غير ذلك من القرآن، يلا طلعونا هاي تبيان كل شيء، وين كل شيء؟ طلعونا الطيارة بالقرآن، طلعونا مثلا السية مثلا، هيك أمثلة، طلعونا هذا الأمر بالقرآن، طلعونا ذا تبيان كل شيء، وين؟ هنا العلماء جاوبوا إجابتين، وكل واحد منهم يتبنى الإجابة. الإجابة الأولى قالوا تبيان كل شيء على مستوى الهداية. يعني أجيب مثال، عالم كبير فيزياء في العالم يألف كتاب بالفيزياء، فيجي يقول للطلبته هذا الكتاب فيه كل شيء، من يقول كل شيء يقصد طب وجغرافيا وهندسة، لو يقصد فيه كل شيء يعني شنو بالفيزياء؟ دكتور يألف موسوعة بالطب كبيرة، ويجي لتلامذته اللي هم طبية يقولهم يابا هاي الموسوعة فيها كل شيء، كل شيء، شي يفهمون منا الطلبة؟ كل شيء، يعني حتى جغرافيا وهندسة وفلك وجيولوجيا، يو كل شيء يعني شنو بالطب. فتبيان كل شيء قالوا يعني بالهداية، القرآن كتاب هداية، فكل شيء ينفع الناس بالهداية موجود وين؟ في القرآن. هذا رأي، أكو رأي آخر تبناه علماء آخرين، أو تبناه، نعم تبناه علماء آخرون. شنو الرأي الآخر؟ قالوا القرآن بظاهر وبباطن. بالنسبة لظاهر القرآن ما موجود فيه كل شيء بمعنى كل شيء، أما باطن القرآن فيه كل شيء، مو فقط بالهداية، هداية وغير هداية، بس بالباطن. الباطن من يوصل له؟ ناس مخصوصون، أشير لهم بقوله تعالى لا يمسه إلا مطهرون، يو بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يو لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون العلم، يو ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، مو كل الناس. ولهذا بعض العلماء يقول احنا عندنا مو بس حديث ثقلين، عندنا آيات ثقلين، مو بس حديث ثقلين، لأن الآيات كلها تقول قرآن عترة، عترة قرآن. فالقرآن على مستوى البطن فيه كل شيء، بحيث أمتنا يقولون عليهم السلام، أمتنا يقولون، يقولون إذا اثنين يختلفون على أي مسألة من المسائل في شرق الأرض وغربها، أصل حل مشكلتهم موجود بالقرآن. ولكن أمتنا قالوا لا تبلغه عقول الرجال، عقولنا توصل، عقولكم ما توصل، فإن تكون ترجعوننا إحنا نحل كل ما عندكم من خلال القرآن في الواقع، لأن إحنا عندنا ظهر القرآن وعندنا شنو؟ بطنه، وبطنه فيه كل شيء، ما حد يوصل له بس احنا، كما هو القرآن يقول لا يمسه إلا المطهرون، يقول أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، مو المسلمين ولا الصحابة ولا غيرهم، أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. الظاهر تعبت الإخوة، يوم ما تعبتهم شنها تعبت الأخوة، يو أكمل وأشوف حتى إذا تعبتكم، وبس باكر عدي تجوني وخلص بقى. اليوم الجوهم حارة، أنا من جهة الأخوة القاعدين برا حقيقة أنا شايل همهم، أرجو من الله أن يحفظهم ويعزهم ويديهم، وجزاهم الله ألف خير على حضورهم هذا،
بعد حر البصرة وإحنا بدينا بآب، مو بدينا بآب يو بعدنا بتموز، ها؟ إيه، فالجو حار يعني. أرجو من الله أن يعزهم ويحفظهم، جاء محمد وعلى الطاهرين، ولا بد هم ثوابهم أكثر من ثوابنا بعد، على قدر أو يعني مشقة يكون الأجر إن شاء الله تعالى. المهم، ولهذا أقول على مستوى ظهر القرآن ماكو تفاصيل عن خلقة الملائكة بالمحطة الثانية، فوين الروح؟ للروايات. ارجعنا لسه تقول لي هاي المحطة الثانية مو طولت بيها، اي شوي طولت بيها، بس يسوي امور مهمة كون ابين. زين، لما رجعنا للروايات لقيت امرين كون ابينهم بخدمتكم بخلقة الملائكة. امر الامر الاول، الملائكة قبل وبعد بالروايات. اول ما خلق الله نور النبي وآله خلق الملائكة، الملائكة أئمتنا يقولون ما عرفوا شلون يشكرون ربهم الذي أخرجهم من كتم العدم إلى حيز الوجود، أئمتنا يقولون كبرنا فكبرت الملائكة، سبحنا فسبحت الملائكة، هللنا قلنا لا إله فهللت الملائكة. ولهذا أئمتنا لهم على الملائكة حق التعليم، ولهذا يخدمونهم في بيوتهم. الإمام الحسين بطريقة للعراق التقى واحد من جملة اللي التقى بيهم، قال له أنت لو يال بالمدينة لا أريتك زغب جبرائيل في بيتك. حسين قال الملائكة تجينا ببيوتنا وتقعد على فرشنا تتبرك بينا، ولو أنت وياي بالمدينة زغب جناح جبرائيل أراويك إياه. فتش الإمام يقول له ليش؟ هاي عبر عنا علي الهادي مختلف الملائكة. فالملائكة كقبل وبعد، أئمتنا قبلهم خلقوا، هذا عندنا ثابت، وهم من بعد أئمتنا خلقوا، وأئمتنا هم علموهم، يعني نبينا صلى الله عليه وآله على الرأس رسول الله صلى الله عليه وآله، والأئمة الأطهار علموهم يسبحون يكبرون يهللون، غير ذلك في الواقع. هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني بالمحطة الثانية حتى أنتقل للمحطة الثالثة. الأمر الثاني أيها الأحبة أيها الأعزة أيها الإخوة، إمامنا الصادق يقول، تدرون إحنا لما نتكلم عن الإنسان رب العالمين يقول الإنسان منين خلقنا؟ من طين تراب غير ذلك مو شكل. لما نتكلم عن الجان القرآن ذكر منين مخلوق يوم ما ذكر؟ ذكر الملائكة الظاهر ما ذكر، الجان ذكر أنه مخلوق من مارج من نار، والإنسان من تراب. الملائكة شنو؟ قال الإمام الصادق خلقهم الله من النور. هذا القرآن حسب الظاهر ما ذكر، ولكن إمامنا الصادق أشار له، قال الملائكة خلقوا منين؟ من النور. فصار عندنا مخلوق من الطين، وصار عندنا مخلوق من النار، وصار عندنا مخلوق من النور اللي هم الملائكة. طبعا إمامنا الصادق من يقول عن الملائكة مخلوقون من النور، هذا يدل على أن لهم وجود حقيقي مستقل، يعني قائم برأسه، مو كما يقول بعض الفلاسفة. شو يقول بعض الفلاسفة؟ يقول الملائكة عبارة عن نفوس، عن النفوس الطاهرة التي تفارق الأبدان بعد الموت. شيء غريب هذا، شو الحكي هذا؟ أنا قلت كلي وبعض، قلت بعض حتى الحكي يصير دقيق، بعض. يو البعض يسميهم النفوس الفلكية، البعض يسميهم العقود المفارقة، البعض هكذا بعض أهل الفلسفة يقولون. في الواقع هذا كله مرفوض وما مقبول في الواقع، وهذه الأمور لا تؤخذ إلا من القرآن الكريم ومن محمد وآل محمد. هاي الأمور كلها إذا ما توافق الوحي كلها ما مقبولة، ولا نأخذها ولا نتعب أنفسنا بها. فالأصل في مثل هذه الحقائق
نرجع به لأهل العصمة عليهم السلام، القرآن لا يأتيه الباطل معصوم، وأمتنا عصمكم الله من الزلل وآمنكم من الفتن وطهركم من الدنس وأذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا، كما يقول إمامنا العاشر في زيارة الجامعة الكبيرة. رزقنا الله زيارة علي الهادي وشفاعته وخدمته بجاهه وبجاه الإمام العسكري عند الله تعالى. إذن الملائكة هسه مخلوقون من يل. المحطة الثالثة بحث الملائكة. تعبنا يو أكمل والله هسه جوابكم صار أقوى من ذيك هسه. معناه المحطة الثانية أجمل. المحطة الثالثة بحث الملائكة. المشكلة أنا عندي 6 محطات 7 بحث الملائكة، شي خلصني هذا كله؟ أنا على شنو جبته؟ أحسنتم جزاكم الله خيرا. الأثر الرابع أو البعد الرابع، هذا البعد الرابع بالتعبير العلمي الزمن الأخ، نقول الأثر الرابع من آثار زيارة الحسين عليه السلام هو أن يكون الزائر محلا لشنو؟ لاهتمام ودعاء واستغفار وصلاة الملائكة. قول تكون أنت فكرة عن الملائكة حتى الحج يصير واضح. المحطة الثالثة بحث الملائكة، شنو الحكمة من وجود الملائكة؟ مهمة المحطة الثالثة بنظركم يوم مهمة؟ شنو الحكمة من وجود؟ يعني أنت يا رب العالمين ذولا من خلقتهم وإحنا ما نشوفهم، هم يشوفونا بس إحنا شنو؟ ولا نحس بيهم، ما نشوف. شنو الحكمة من وجودهم ذولا؟ شنو الحكمة من وجودهم؟ سؤال يوم مو سؤال، سؤال حقيقة. شنو الحكمة من وجودي؟ جواب، والجواب على نحو الاحتمال حتى الحكي يصير واضح. شفت بعض العلماء هكذا يقول، الطريف هو العالم يقول هذا جوابي على نحو الاحتمال، والله العالم. وأني هم أقول على نحو الاحتمال، لا على نحو الجزم ولا على نحو التبني حتى، بل على نحو الاحتمال. شنو؟ يقول عدة حكم. الحكمة الأولى، الكون يحتاج تدبير يوم يحتاج تدبير، تدبير شؤونه يحتاج. يقول الكون اللي يحتاج تدبير ما يستطيع على مباشرة تدبير الله له بشكل مباشر، وهذا القصور من القابل وليس من الفاعل جل وعلا. ويستشهد هذا العالم على ذلك بقوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. ولهذا رب العالمين خلى واسطة ووسائط ونظام أسباب ومسببات بينه وبين خلقه حتى تمشي الأمور. ولهذا رب العالمين يعبر عن الملائكة، وهاي يكون المفروض أقولها، الحكاية المفروض أقولها بالمحطة الرابعة. مهام الملائكة شنو؟ أنا الآن الحكمة من وجود هالمحطة الثالثة بش أسوي؟ راح أستعجل. ولهذا رب العالمين يعبر عن بعض الملائكة: فالمدبرات أمرا. شي يدبرون شؤون الأرض الكون، شؤون الكون. هذا الأمر الأول بالمحطة الثالثة اللي هو الحكمة من خلق الملائكة. الأمر الثاني، حتى الإنسان يعرف نفسه، يعرف حجمه، يعرف روحه. شلون يعني حتى الإنسان يعرف روحه؟ أنا أقول لك شلون. أكو كلام علي بن أبي طالب موجود بكتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق. أكرر، أكو كلام العلي بن أبي طالب موجود في كتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق، حتى ما أقول كلمة من دون مصدر. شنو الكلام العلي بن أبي طالب؟ هكذا يقول إن الله ركب
في الملائكة عقلا من دون شهوة. وإن الله ركب في البهائم شهوة من دون عقل. تعال مصيبتنا الكبيرة هنا تعال. وإن الله ركب في الإنسان عقلا وشهوة، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو شر من البهائم. يقول باب مدينة العلم: فأنا من خلال خلق الملائكة وخلق الحيوانات أقدر أعرف نفسي أنا بعليين يوم أسفل سافلين يوم، ما أقدر أعرف نفسي. ليش ما تجاوبني؟ ما أقدر أعرف. لما أقارنها بالطريقة هاي اللي علي بن أبي طالب يعطيني فد ميزان بالمقارنة، من خلال هذا الميزان أنا أقدر أعرف نفسي صاعد نازل. إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. أكو ناس كتابهم في عليين وأكو ناس أسفل سافلين. الإنسان من خلال الملائكة وعالم البهائم يقدر يعرف نفسه هو صاعد يو نازل، يعني هو ماشي بنظام الدرجات يو بنظام الدركات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم شنو درجات. وأكو إن المنافقين في الدرك، طبعا بعض الإخوة قرأ الدرك، الموجود بالمصحف الدرك، بس أكو قراءة ثانية الدرك. مثل عليهم دائرة السوء يول سوء، أكو قراءة السوء. ولهذا نفس عبارة السوء بالمصحف مرة مثبتة سوء ومرة مثبتة سوء. والعرب يقولون سوء سوء دركوا درك، الاثنين يقولوا أبو قراءة أخرى. مثلا هنالك الولاية لله، أبو قراءة أخرى الولاية، مع أنه الموجود بالمصحف شنو الولاية، بس أبو قراءة أخرى الولاية. علي بن أبي طالب يقول رب العالمين الملائكة عقل بلا شهوة، أنطى للبهائم شهوة من دون عقل. إنسان أنطاتني أناتي، إنسان أنطاتني أناتي وقال له يا إنسان إذا عقلك يغلب شهوتك أنت أفضل ملائكة، وإذا شهوتك تغلب عقلك أنت شنو شر من البهائم أحسن منك. ولهذا القرآن الكريم هم يقول كالأنعام بل هم أضل، بل هم أضل. وبالنسبة لل إنسان المعصوم الكامل رب العالمين أسجد للملائكة يوم ما أسجد للملائكة أسجد له، يعني هو أفضل منها يوم أفضل. فليقول علي بن أبي طالب موجود بالقرآن على مستوى يصير أفضل من الملائكة، آدم سجدت للملائكة، على مستوى يصير أتعس من البهائم كالأنعام بل هم أضل كما يعبر القرآن الكريم. الميزان عقلك يغلب يو الشهوة تغلب. طبعا عنوان الشهوة مو بس المتبادر منها للذهن لأول وهلة لأول مرة، شهوة الحكم، شهوة البطن، شهوة الطعام، شهوة الأموال. يعني حتى الحش يصير واضح، لا تتصور قاعد استخدم في العبارة ملائقة، يعني احنا هاي هذا التعبير جرس يروح باتجاه معين بأذهان الناس، مع انه هو اوسع من هذا اللي يذهب للذهن لأول وهلة، هو اوسع من ذلك. إنسان بعض الأحيان بطنه تدخله النار، إنسان بعض الأحيان شهوة الأموال والحكم تدخله النار، وهكذا. هسه صار كم حكمة لخلق الملائكة لحد الآن؟ اثنين صار، اثنين. يعني الحكمة الثانية والله العالم هم على نحو الاحتمال، الإنسان من خلال هذه المخلوقات يقدر يعرف نفسه، هو صاعد في نظام الدرجات يو هو نازل في نظام الدركات. الاحتمال الثالث، بس وقت ما ضل عندي،
لخلق الملائكة. الاحتمال الثالث بس وقت ما قرأت، فتسمحوا لي نأجل إلى الليلة ونكمل بقية محطات عالم الملائكة. عندي يو 6 يو 7 محطات بالملائكة، بكرة أكون أكملها وبعدين أرجع للأثر الرابع حسب الظاهر اللي هو ارتباط زوار الحسين بالملائكة. الله يجعلنا وإياكم من زوار الحسين ومن الذين يستغفرون لهم الملائكة ويدعون لهم ويصلون عليهم في حياتهم وبعد مماتهم، ببركة الحسين وبجاه الحسين وبزيارة الحسين وخدمة الحسين ومعرفة الحسين عليه السلام. أكتفي وايهم أخذت من الوقت زايد، يعني ساعة وخمس دقائق وبعدني ما دخلت بالنعي، بس عندي 10 دقائق للنعي. ليلة إمامنا السجاد، تقولي شا وين السجاد الليلة؟ مو كنت خالة محطة الإمام السجاد، هاي أمامكم بس ما وصلت، كنت خال محطة هاي الصحيفة السجادية وما قاله علي بن الحسين بالملائكة. أصلا هذا أنا خالة محطة خاصة، ما قاله علي بن الحسين بالملائكة في الصحيفة، ولكن ما وصلت للمكان اللي يكون أقرأ ما قايل الإمام زين العابدين، فهذا نقراش وقت بكرة إن شاء الله تعالى حتى الكلام يكون في محله. ضوجناكم، برونا الذمة، شنو أسوي؟ برونا الذمة، بكرة أقرأ مقتل زين العابدين وشلون قتلوه، هذا بكرة يوم شهادة. أما الآن أذكر بعض ما رآه زين العابدين في كربلاء، بكرة أقرأ على شهادة زين العابدين باعتبار يوم شهادته إن شاء الله تعالى. واحدة من محطات علي بن الحسين المؤلمة دفن للأجساد الزواك. يا جماعة مو سهلة واحد يدفن أبوه أخوته أبناء أخوته عمومته ما أعرف أهل بيته أصحاب والده عم العباس بقية أعمامه الستة أو السبعة اللي انقتلوا في كربلاء، القضية مو سهلة، هاي كلها بيوم واحد. الله أكبر الله أكبر. الإنسان إذا دفل واحد روحه تطلع، إذا دفل اثنين ما يقدر يمشي على رشدين. 72 واحد من أصحاب الحسين، 18 هاشمي وأبو الحسين، هاي كلها دفنها بيوم واحد علي بن الحسين. شنو من قلب شنو من صبر واقعا ما أعرف. عار والله على الزلم للحشر عار، الجار للجار العرب تكرم الجار، هاي من عادات العرب، والله الجار للجار العرب تكرم الجار، ليش مرمح زين لثالث نغار، وصحبته من كولها وشبانها من تناخه، وقالوا ايش بعد الصبر هاي ذله وعارها مد العمر، كون باكر ننشد شن العذر نصير، قال للعرب بلسانها قامت وجوه الزلم وتحزمت، 40 من العشيرة تلازمت، اشتدت احتدت صدق وتوزمت، شافت العار يغلب احيانا قامت من كثر الحياة وقعمت الخوف، ولحقت بجمع النسب وادي الطفوف، قالوا يردنا الخطر بين شوف، نحاذر ابن زيادة ومروانها، قالوا النسوان خل ترجع احنا ندفن الحسين، النسوان قال ليش، قالوا المرة سوادة والسوادة تجيب عين، هذا بن مرجان خاف خال جواسيس وعيون، رجعن يا نسوان احنا ندفن الحسين، قالن وياكم نساكم رايح، لا احنا الا نمشي ليش، قالن وياكم نساكم رايح، حسين نعش لا بج ولا صايح، زينب النايحة وين النايحة، ميسر الحرة بحكم عدوان، الله الله بقوا يتناقشون، لا رجعن احنا ما نرجع، بين ما هم بالملامة وبالجدال، طلع راكب قال شلكم يا الرجال،
تفرقوا عن الجثث يمنى وشمال طايرة من شر ميذها آنها. هذا الرجال اطلع عليهم قال شنو وقوفكم يم الأجساد كون بينوا للصدق شنو المراد. قال أنا مامكم زين العباد واسفر لهم عن وجودي ما أنا. من عرفوا هذا علي بن الحسين؟ قال وحسين انت خيانة دفنته بكل جهدنا وما قدرنا الجثته لا مواراته ولا من صحبته الضايعة تحت البوار بدانه. الله الله. قال حفروا هنا والدفنة تهون بنوح مستعبر دمع تجري العيون. قالوا بلا يغسل ندفن شلون بل جير ومن الغسل عطشان. قال هذا الراي حق لا كان الراي ناشدوني هاي عنها الترك هاي لو فرضنا يحصل للتغسيل ماي وين شو كافورة وجفانها. بعد سوى علي بن الحسين قالوا حفروا هنا والدمع كات وشال ابوه شلون لصبر وثبات. قالهم جيبوا لي بارية ابويا ما ينشال. جابوا له بارية كلما رفع قسما منه سقط الاخر. الشكل جمع ابوه على البارية يا بصاح ريت الموت يعدمني الحياة ولا أشوف معفر بتربان. أبويا دفن والده يقولون طلع راسه من اللحد. قالهم ذاك الطفل المذبوح تشوفوه؟ نعم جيبوا لي أدفنه ويا أبو. قالوا له يا علي بن الحسين نحفر له بصف أبو. قالهم اسمعوا صوت من نهر أبوي والسد رضيعي على صدري. يا أبا عبد الله خلى على صدره. دفن أبو يقولون راح مشى يم شاب. قالوا ماذا أرد دفن يم رجلين أبو هذا الشاب. قعد يمه بكى بكى منو هذا. قام يا بني زد حطوا الأكبر يم أبو يا أبو يم أبو هذا أخويا حساب ظهري وأنا أخوه هذا المغبر وجوه الحرب. دفن يا بابو عند حوائج يا ابو عبد الله. قال انا بعد واحد جزال وفات. الله. قال لهم هم ايش قالوا له؟ دفن الاصحاب دفن الهاشميين دفن دفن. قالوا له انت مو تقول زينب تنتظر؟ قال لهم نعم عمتي تنتظرني. قالوا له ارجع لها كملنا. قالهم لا ما كملنا. قال لهم بعد واحد جزانا وفات. قالوا له بطل ظل على المسنات. قالوا بعد عباس البطل على المشرعة وجثته بضرب السيوف موزعة شلون مصرع شبل حيدر مصرعة مقطع شفوف القضى جيمانها. اجى الامام العمه يقول له دق عيد يا عمي وشوف قيدي والسلسلة الورمت جيدي ومجرح من الغل وريدي ولا راح ولا بليدي يا ما ويلا 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 راح ولا بليدي. قالوا له كملنا يا علي بن الحسين ارجع لعماتك. قالهم عندي حجاية وانا الطارش اللي ياخذ سلامي ويوصل لهلي وقومي وعمامي ويقل هالجامعة أكلة عظامي ويقل حسين أبويا انجت الظامي وزينب عمتي بحاجة محامي. قولي رجع. هذا بيت الدعاء واسألكم الدعاء. قولي رجع للخرابة
زينب قلب الخراب، أين حمانا ذرانا يا نسوان علي بن الحسين بن طلع؟ قال شن وين رايح؟ ما قال لنا. شلون يطلع ما يقول للعمته؟ يخليني خايف عليه. برا شوية دخل وجهة تراب، عمامته تراب، ملابسه تراب، وين كنت عمه؟ خايف عليه كان. قالها عم عظم الله لك الأجر، الآن فرخت من دفن الحسين. قالها أخو، قالت لا أخويا دفنت، ليش ما أخذتني وياك؟ قالها عم تموتين لو تشوفين الشفت، أخاف عليك، دفنت أبويا وعمي وكلهم أخوتي وإلى آخره. النسوان من سمعن، النسوان طلعن من كربلاء الأجساد ما مدفونة، فمن سمعن اندفنت قامن يسألن شلون اندفن؟ وين اندفن؟ شلون دفنت؟ شلون شفته؟ شلون لقيته؟ هي العادة هالشكل، مقتضى الحالة هالشكل، صدق. المهم عليه التمن النسوان، شي تبكي وشي تعد، هاي على الأخ تنشد وذيج على الولد تنشد. وبين واقف الكل وحده جواب يريد، رما بتصيح خبرني عن ابن البسام مفطوب. قال صدر ابوه ليلى رجلين ابوه رمله ويا الهاشميين كلثوم على العلقم العباس فلانه فلانه سكتن. زينب باوعت لهن خلصتن؟ قالن خلصنا. قالت لهن هسه الحكي الي الك. باوعت العلي بن الحسين قالت لعم هسه الدور اجا دوري. الله يرحم شيخ معين السباك هاي الابيات له. قالت لعم يا علي السجاد عندي ويا يا يا ياك بس نشدة، بس نشدة. تفضلي عمة. يا عم عادت الميت يصير على التروب خد. أما شلون دفنت أخويا حسين وهو راس ما عنده؟ أما شلون دفنت أخويا حسين وهو راس ما عنده؟ حج الفرج إمام زمان. مشايخنا سادتنا تفضلون، أحبابنا سيدنا شيخنا الفاضل، مشايخنا الكرام، عج الفرج إمام زماننا يا الله، جعلنا من خدامه من المستشهدين تحت لوائه، اقض حوائجنا، اشف مرضانا، يسر أمورنا. يا إخواني واستجابوا الدعاء إن شاء الله بركة الحسين، طلبوا حوائجكم. جعلنا من خدام إمام زماننا من المستشهدين تحت لوائه، اقض حوائجنا يا الله، اشف مرضانا يا الله، لا سيما المنظورين منهم، ألبسهم ثوب الصحة والعافية، يا من اسمه دواء وذكره شفاء يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واكفنا شر الأشرار كيد الفجار طوارق الليل والنهار، بمحمد وآله الأطهار. تقبل من المؤسسين أوصل مجلسهم إلى إمام زمانهم، اكتبه في صحائف أعمالهم، إلى أمواتهم أمواتكم، أموات شيعة أمير المؤمنين علمائنا الماضين خدام الحسين، نهدي إلى الجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.